بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. بنعمه ربنا هنكمل سفر اشعياء مع بعض. لو فاكرين احنا خدنا الاسبوع اللي فات واتفقنا احنا مش هنمشي اصحاح باصحاح لان هنربط مواضيع احسن، وارجو يكون بس ما حدش تاه مني الاسبوع اللي فات، لان بنعمه ربنا هنكمل نفس النظام الاسبوع ده. خدنا كان اول محاضره الاسبوع اللي فات في سفر اشعياء عن الحته التاريخيه الموجوده في سفر اشعياء، اللي هو الحرب بتاعت ملك اسمه ايه؟ سنحريب، اللي هو كان ملك بلد اسمها سنحريب ملك اشور، وكان عايز يهجم على شعب بني اسرائيل المملكه الجنوبيه. كان مين الملك ساعتها؟ حزقية. والاول بعت له رسل وبعدين بعت له جوابات، وكان ازمه تعبر عن الحرب الروحيه. وشفنا ازاي الشيطان بيحاول يحاربنا باكتر من طريقه، وهدفه ان هو يحتل اورشليم وانه يهدم اورشليم وان هو يستعبدنا. وشفنا بنعمه ربنا ازاي ننتصر، فخدنا اول محاضره بنعمه ربنا عن الحرب الروحيه، واعتبرنا سنحريب هو رمز للشيطان وحزقيه هو رمز الانسان الروحي، وشفنا شويه ادوات بنعمه ربنا بيها ممكن ننتصر. وبعدين في السيشن الثاني خدنا محاضره عن راي ربنا في الخطيه، او شعور ربنا ناحيه الخطيه وشعور ربنا ناحيه التوبه او ازاي نتوب، واستعرضنا كام باراجراف كدهوت من سفر اشعياء بيتكلم على الخطيه، وبرده كام باراجراف بيتكلم على التوبه، وحاولنا نطلع مع بعض موضوع اسمه حلاوه التوبه ومراره الخطيه. النهارده في المحاضرتين بتوع النهارده هتبقى اول محاضره خاصه بربنا يسوع المسيح، يعني النبوات اللي جت في سفر اشعياء، او بعض النبوات عشان الوقت مش هيقضي ناخد كل النبوات، بعض النبوات اللي جت في سفر اشعياء عن ربنا يسوع المسيح هنمشي معاها بالتفصيل كده، نبوه نبوه. هنقرا النهارده شويه زياده، النهارده معدل القرايه هيبقى شويه اعلى من الاسبوع اللي فات، فارجو احنا نستمتع بالقرايه، لان القعده حوالين الكتاب المقدس وقرايه ايات من الكتاب في سفر اشعياء الحقيقه بالذات هنستمتع جدا بايات قويه جدا معزيه ومشبعه من سفر اشعياء. فاول محاضره اللي هي المحاضره الثالثه في سفر اشعياء هيبقى دوت موضوعها نبوات عن ربنا يسوع المسيح من سفر اشعياء، والمحاضره الثانيه هتبقى الانذارات والوعود، نشوف ربنا كان بينذر ازاي ونشوف ربنا بيوعدنا بايه في السيشن الثاني ان شاء الله. نبدا اول سيشن نبوات من اشعياء عن ربنا يسوع المسيح. عايز بس اقول لكم الاول مقدمه صغيره كدهوت، واحده من القاب اشعياء اسمه النبي الانجيلي. ليه يسموه النبي الانجيلي؟ لان سفره فيه احداث كتير عن ربنا يسوع المسيح، رغم ان اشعياء قبل ربنا يسوع المسيح بحوالي 800-900 سنه، مده طويله جدا، لكن زي ما هنشوف دلوقتي ازاي حياه ربنا يسوع المسيح على الارض كانت موجوده في سفر اشعياء، وازاي سفر اشعياء او ازاي اشعياء النبي بروح النبوه كان بيتكلم على تفاصيل دقيقه جدا في حياه ربنا يسوع المسيح اللي هو هيجي بعديه ب 700-800-900 سنه. عشان كده واحده من اسماء اسمه النبي الانجيلي، وساعات سموا سفر اشعياء نفسه الانجيل الكام؟ الخامس. برافو عليكم، الانجيل الخامس، لانه بيتكلم او بيكمل بعض الاحداث اللي ما اتقالتش في الاناجيل، والغريب جدا انها اتقالت في سفر اشعياء. واحداث زي ما هنشوف دلوقتي ما ينفعش تنطبق غير على ربنا يسوع المسيح، يعني بروح النبوه اشعياء كان شايف ربنا يسوع المسيح وكان بيتكلم عنه. عايز اقول يعني ده اللي عايزين نطلع منه بقى، لما بقعد مع اي نبوه اتقالت عن ربنا يسوع المسيح ايا كان مكانها في الكتاب، لما بقعد مع اي نبوه اتقالت عن ربنا يسوع المسيح ايا كان مكانها في الكتاب، واحد عندك روح اعجاز الكتاب، ازاي الكتاب المقدس معجز، ازاي هي فعلا الروح القدس اللي كان بيسوق كل اللي كتبوا الكتاب، يعني مسوقين من الروح القدس، دي كلمه مش 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 يعني اكيد صح يعني. فمع كل نبوه من اول سفر التكوين لحد سفر الرؤيا في نبوات برضو، مع كل نبوه بتتحقق بنشوفها في حياه ربنا يسوع المسيح بتزداد ثقتك في الكتاب، بتزداد فرحتك بالكتاب، بتزداد ايمانك بالكتاب المقدس. ده اول هدف من النبوه، ان احنا لما نبص على النبوه ونشوفها بتتحقق بتفاصيلها الدقيقه بعديها ب 700-800 الف سنه، واحد ايا كان بقى هجوم عن الكتاب ما تصدقش، يمكن ما تعرفش ترد، يمكن معكش دوكيومنتس ترد بيها، لكن مع كم النبوه اللي بنعمه ربنا هندرسهم دلوقتي لازم تاخد ثقه ان الكتاب المقدس ما فيش حاجه اسمها كتاب مقدس محرف، مش حاجه اسمها مش ده الكتاب المقدس.
ده بقى النبوة ديت او النبوات اللي بنعمة ربنا هنقولها النهاردة، واي نبوة بقى تقابلك وانت بتقرأ الكتاب المقدس. نمرة اتنين، مع اي نبوة بتقرأها تحس بقيمة اللي ربنا عمله عشانك. اي نبوة تقرأها عن ربنا يسوع المسيح زي ما احنا نقرأ دلوقتي تشعر قد ايه ربنا بيحبك وقد ايه عمل شيء فوق الخيال وفوق التفكير وفوق المنطق وفوق العقل عشان خاطره بيحب كل واحد فينا. فمع اي نبوة سواء في اشعياء او في غيره تشعر بكم الحب لربنا مدير كل واحد فينا. ثلاثة، لازم يكون في رد فعل. يعني مع اي نبوة هنقراها انا اعمل ايه بقى؟ يعني انا دوري ايه في اتجاه هذه النبوة؟ اخد منها ايه ليا؟ اخد منها ايه ليا؟ يبقى واحد، مع كل نبوة نزداد ثقة في الكتاب. نمرة اتنين، نزداد ثقة في حب ربنا ليا. ثلاثة، افكر انا هقدم ايه في مقابل هذه النبوة؟ تعمل فيا ايه؟ تفيد فيا ايه؟ تشتغل فيا ازاي؟ ناخد اول نبوة وهي نبوة عن يوحنا المعمدان. نبوة عن يوحنا المعمدان نقرأ، يقول صوت صارخ في البرية. واضحة، لان اول ما طلع يوحنا قالوا عليه ايه؟ كما قال اشعياء النبي صوت صارخ في البرية. فما تلاقي نبوة بتقال عن حد هيجي قبل ربنا يسوع المسيح قبل ما يجي ب 800 سنة 900 سنة، اذا الكتاب المقدس كتاب صادق جدا. صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، نفس الكلام بالظبط، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطأ يرتفع، يعني كل حاجة منحدرة أو واطية ربنا يرفعها، وكل جبل أو أكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما، والعراقيب يعني الطرق اللي هي مش منتظمة تصير سهلا. وآخر سطر يقول فبماذا أنادي كل جسد عجب وكل جماله كظهر الحقل، يبس العجب وذبل الظهر لأن نفخة الرب هبت عليه حقا الشعب عجب. نبوة واضحة جدا عن اللي هيجي قبل ربنا يسوع المسيح اللي هو كان مين؟ يوحنا المعمدان. وكان دور يوحنا المعمدان هو يعمل ايه؟ يهيئ الطريق لربنا، يهيئ الطريق عشان يعد الناس عشان ربنا يسوع المسيح لما يجي تبقى الناس جاهزة بالتوبة عشان ربنا يجي ويقدم الفداء والصليب والتجسد وكل حاجة. النبوة دي زي ما قلنا صوت صارخ في البرية، لأن يوحنا عاش فين؟ في البرية. لكن ربنا يسوع المسيح ما عاش في البرية، فالنبوة دي مش على ربنا يسوع المسيح. ربنا يسوع المسيح كان قاعد وسط الناس، قاعد وسط الزناة، قاعد وسط الخطاة، قاعد وسط الكتبة والفريسيين، وكان بيروح الهيكل. فالنبوة دي واضحة أنها مش على ربنا يسوع المسيح، واضحة اللي هيجي يقعد في البرية، اللي هينادي بكلمة أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. يبقى واحد الكتاب معجز زي ما قلنا. نمرة اتنين، ان ربنا بيحبنا فبعت لنا حد يحضرنا لتجسده، بعت لنا حد ينبهنا ان في حد جاي يقيم الفداء ويقيم الخلاص. ولما يوحنا شاف ربنا يسوع المسيح معدي قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. قد كده ربنا بيعد المجيئه بواحد قبليه اعظم موليد النساء وهو يوحنا المعمدان. لكن ده يفرق معايا ايه؟ وده السؤال بقى، النبوة دي تفرق معايا ايه؟ احس انها تفرق حاجتين. واحد، يوحنا كان دوره ايه؟ يعد الناس عشان مجيء ربنا. طب انا دوري فين من ده؟ او انا على مستوى الشخصي انا بستعد لمجيء ربنا؟ يعني يوحنا كان ده دوره، والنبوة دي اتقالت عن يوحنا اعدوا طريق الرب. فربنا جه وجاي تاني، وزي ما وعد وجي اولاني هو وعد وجاي تاني. فيبقى السؤال الاولاني في النبوه دي، الى اي مدى انا باعد نفسي ان ربنا جاي؟ السؤال الثاني، الى اي مدى انا باعد يعني اكبر حد حواليا لمجيء ربنا؟ ازاي بشارك في ده؟ ازاي بشارك في نشر ملكوت ربنا؟ لان زي ما قلنا يوحنا كان ده دوره، يوحنا اتقال عليه كده دوت ان طلع وراه كل الناس، وبعد ما طلعوا على كل الناس سابوه وراحوا لمين؟ لربنا يسوع المسيح. حتى راحوا ليوحنا قالوا له ايه الحق ده؟ الناس ثبتك وراحت وراه، قال لهم انا جاي عشان ده، انا جاي عشان ده، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. فانا نفسي في اول نبوه كده اتقال عن يوحنا انه صوت صارخ في البريه، بسال نفسي الى اي مدى انا باعد نفسي واعد طريقي لمجيء الرب. وفي نفس النبوه في اخر سطرين فيها اشعياء ينبهنا ان كل جسد عشب. ليه عشب تفتكروا؟ ليه قال عشب بالذات؟
حياته قصيرة، العشب من اللي هو تطلع شوية شمس تحرقه، يعني العشب ما يستحملش الشمس الجامدة، ما يستحملش الشمس الجامدة. فالشيء عايز ينبهنا في النبوة ديت إن الوقت قليل وإن ربنا جاي بسرعة، فإلحق استعد، إلحق أعد نفسك لما جاء ربنا، وإلحق استعد أو شارك في بناء ملكوت ربنا. وسع دائرة خدمتك، وسع دائرة عطائك، وسع دائرة مشاركتك في بناء ملكوت ربنا. ما تنساش التنبيه الأشعياء بيقوله في النبوة ديت: بماذا أنادي كل جسد عجب وكل جماله كزهر الحقل، يابس العجب وذبل الزهر، يعني العجب حيذبل، فالحق دلوقتي. وعايز أقول كلمة يذبل، يعني لسه ما ماتش، أما إيه اللي ممكن يذبل فينا؟ ممكن الصحة تروح، ممكن الإمكانيات تروح، ممكن اللي موجود النهاردة مش موجود بكرة، فإلحق من النهاردة. الصحة موجودة، استخدمها أنك تستعد لمجيء ربنا. الوقت موجود، استخدمها أنك تستعد لمجيء ربنا، وتعد الناس برضو لإيه؟ لمجيء ربنا. نركز إن أشعياء تكلم على يوحنا المعمدان، ونطلع بس بأول آية في النبوة ديت: أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. النبوة الثانية واضحة جدا، ما فيهاش أي يعني نوع من اللبس، إنها ممكن تكون على أي حد غير ربنا يسوع المسيح. أشعياء 7:14: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. يعني ربنا عمل آيات كتير في العهد القديم، وكان نفسه أن الشعب كله يتوب، لكن الشعب ما كانش عارف يتوب، وما كانش قادر يتوب، وما كانش عايز يتوب، فقرر ربنا قرار يعني فوق الطاقة في الحب، وفوق الاستيعاب في الحب، وفوق الفكر في الحب، أنه يجي علشان يعطي نفسه آية. يبقى هو نفسه الآية اللي عايشة وسطينا، يبقى هو نفسه الموديل أو النموذج اللي بنمشي كلنا وراه، اللي كلنا بنتعلم منه. فالنبوة دي يعني يعطيكم السيد نفسه آية. خلي بالك مش بنفسه، يعني نفسه، يعني هو نفسه هيصبح آية لينا. فمين الآية؟ النبوة مش يعطيكم يعني إثبات، لا، القصة مش كده. هو نفسه هيصبح قدامنا آية، حاجة فوق الوصف، حاجة فوق الخيال، وحاجة فوق الاستيعاب، إن ربنا يعيش وسطينا، حاجة ما كانش أي حد يتخيلها ولا أي حد يتوقعها ولا حد يتمناها ولا حد يحلم بيها، لكن ربنا من كتر حبه ليك وليا قرر أنه يصنع هذه الآية، يصنع هذا الإعجاز. لكن يعطيكم السيد نفسه، هو بنفسه هيصبح آية وسطينا، عايش وسطينا، موجود فينا. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ النبوة تنطبق بنسبة كام في المية؟ ملاش حل، ده ربنا يسوع المسيح. بشهادة بقى كل الأديان وكل الكتابات وكل حاجة، أنه يوجد واحد بس ولد بدون زرع بشر، هذا الواحد هو ربنا يسوع المسيح. محدش شاجره بقى يقول الكتاب ده محرف. محرف ازاي؟ اسكت، النبوة اتقالت قبليها ب 800 سنة، ونبوة فوق الوصف. يعني ايه عذراء تحبل؟ وعارفين طبعا كلكم القصة المشهورة بتاعت سمعان الشيخ، لما كان وهو بيترجم الترجمة مش قادر يكتب، مش يعني خايف يضحكوا عليه لما الترجم، كان الكتاب مقدس بالأرامي وكان بيترجم، كان بطليموس، لما 70 شيخ وعايزين يترجموه إلى اليوناني عشان ينتشر الكتاب المقدس، وقعد 70 شيخ كل اتنين مع بعض في أوضة عشان ما يغششوش بعض الترجمة، وأشعياء ابتدى يترجم، وجاء عند الآية دي توقف. سوري، سمعان الشيخ ابتدى يترجم، وقف عند الآية، اتكسف، قال اكتب ازاي عذراء تحبل وترجى؟ طب اغيرها، خليها كلمة كده بين البنين، امرأة جايز، سيدة جايز. فكل ما كان بيجي يكتب كان الريشة تنكسر، يقاوح تاني، مش قادر يصدق النبوة، مش قادر يفهم النبوة، مش مستوعب النبوة، لحد ما حلم وربنا بعت له رؤية يقول له هتعيش بقى، قال له اكتب اكتب وهتعيش لغاية ما تشوفها بعينيك. عشان كده سمعان الشيخ لما شاف ربنا في اليوم الثامن اللي هو كان يوم الختان، لما ربنا راح الهيكل عشان يختتن، شاله سمعان وقال: الآن يا سيدي تطلق عبدك، أنا تعبت يا رب وعشت كتير، بس أنا فاهم أنا عايش ليه. فلما شاء ربنا في حضنه قال: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، أنت وعدتني من 200 سنة أني هعيش لغاية اليوم ده، لغاية ما شير ربنا
على دراعي واشعر بالروح القدس ان هو الله المتجسد، وان دي العذراء اللي خلفت ابن بصوره اعجازيه تحقق النبوه ويشوفها سمعان بعينيه ويقول يا رب خلاص فهمت امنت ان كتابك مش ممكن يكون محرف. هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل؟ وفي لوقا واحد نفس الايات، لوقا واحد نفس الايات وتدعوه اسمه عمانوئيل، ويعلق بقى الذي تفسيره الله معنا. دي نبوه عن ميلاد ربنا يسوع المسيح من عذراء، ميلاد ربنا يسوع المسيح من عذراء. والنبوه دي طبعا ممكن نقعد نتكلم فيها كتير من حيث المعاني الروحيه اللي فيها، بس انا هاخد معنى واحد، هو معنى ازاي عذراء تحبل. ازاي عذراء تحبل؟ ما تركبش، لكن لما تحط عذراء تحبل مع ايات كتير في الكتاب ما تركبش، تعرف ان ربنا يقدر يعمل كل حاجه. إذا كان خلى عذراء تحبل، وانتوا عارفين من إيمان الكنيسة أن العذراء بتول قبل وأثناء وبعد الميلاد، أن ربنا يسوع المسيح لم يفقد العذراء بتولياتها، فضلت عذراء قبل وأثناء وبعد الميلاد. لما تحط كلمة عذراء جنب كلمة تحبل، لما تحط جنب أي مشكلة الكلمتين دول، تعرف أن فيش مشكلة فوق ربنا، لأن الحقيقة هو عايز العذراء، والعذراء عايزة تعيش بتول. طب حلها بقى، حلها. العذراء عايزة تعيش عذراء، مش عايزة تتجوز، وأنا عايزة أتجسد منها، ربنا عايز أتجسد منها، حلها. أحلها في كلمتين اسمها إيه؟ عذراء ها تحبل. وقدام كلمة عذراء تحبل نحط بقى كلمات كتير زي هل يستحيل على الرب شيء؟ إذا كان خلى عذراء تحفظ عذراوياتها وتحبل، احنا ساعات برضو مش مقدرينها قوي، لكن قدر ان حاجة ما حصلتش ومش هتحصل، حصلت وانس في التاريخ، حصلت عشان ربنا يتجسد، حصلت عشان الفداء يتم، يبقى عشان ربنا بيحبك عمل المعجزة دي. نمرة اتنين بيحط لنا فكرة مهمة جدا، ان ما فيش حاجة فوق ربنا. هل يستحيل على الرب شيء؟ كل شيء مستطاع، غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. عشان كده أيوب وقف في آخر بقى أيامه قال له أنا علمت أنك تستطيع كل شيء، يعني حاجة أبسليوت كده، تستطيع بعض الأشياء، لا وقف قال له تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مفيش معجزة فوقيك، مفيش مشكلة فوقيك، مفيش أزمة فوقيك، مفيش حاجة ملهاش حل. expression ملهاش حل ده ما يتقالش وانا جوه الإيمان، ما يتقالش وانا مع ربنا يسوع المسيح ماشي في سكته، لأنه مفيش حاجة عنده ملهاش حل. وكل ما تزنق في أزمة وفي ضيقة وفي مشكلة وفي باب مقفول، افتكر ان العذراء حبلت، وهي مشكلة صعبة جدا، لكن مع صعوبة المشكلة ربنا حلها، ربنا حلها طبعا. بس مفيش وقت نقف كتير عند كل نبوة، بس خلينا نفهم بقى الثلاث افكار دول، ازاي النبوة تؤكد اعجاز الكتاب، ازاي النبوة تعبر عن حب ربنا ليك وليا. ثلاثة تفرق معايا ايه؟ ان العذراء تحبل، يبقى لا يستحيل على الرب شيء. نبوة ثالثة عن التجسد، اكتر من نبوة عن حياة ربنا وسطينا، حياة ربنا وسطينا. برضو النبوات دي كلها هتلاقيها موجودة في إنجيل متى وإنجيل لوقا بالتفصيل كده. فمتى ما كان يذكر الحدث يقول كما قال أشعياء، ويحط النبوات دي زي اللي جاية دي، يقول ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. هشرحها لكم. انتوا عارفين فلسطين كانت متقسمه ثلاثة بارس كده، تحت كان في ايه؟ اورشليم والهيكل وكل حاجه، في النص حته اسمها سامره، فوق كان في الجليله، فوق كان في الجليل، والجليل دي كانت قرب لبنان قوي، فكان الوثنيه منتشره في لبنان، وكانت ابتدت المملكه الشماليه اللي فوق الجليل تتعدي شويه من المملكة أو الممالك اللي حواليها، وكان أقربهم صور وصيدا. اسمعوا كلكم بقى، صور
وصايد الحاجات دي كلها هي بتاعه لبنان، كانت بتصدر الشر وبتصدر عباده الاوثان الى الجليل، وفي النص السامره وتحت كانت اورشليم. ربنا يسوع المسيح لما تجسد عاش فين؟ فوق ولا تحت؟ فوقها. هو اتولد في بيت لحم، بيت لحم تحت، عشان لما حصل الاكتتاب لو فاكرين نزلوا تحت عشان يكتتبوا في بيت لحم اللي هو تحت. لكن الناصرة دي فين؟ فوق. كفر نحوم دي فين؟ فوق. اغلب البلاد اللي نسمع عنها دي موجودة، الجليل دي موجودة فوق، كل البلاد دي جليل، بحيرة طبرية، قلنا يتكفر نحوم، الحاجات دي كلها موجودة، الناصرة، الحاجات دي كلها مملوكة موجودة فوق. ده المكان ربنا عاش فيه اغلب حياته. هو كان بينزل بس اورشليم عشان يعيد في اورشليم، واتصلب في اورشليم ومات في اورشليم ودفن في اورشليم، واغلب الاحداث المهمه كانت في اورشليم، لكن الثلاث سنين اغلبهم كان عايش في الجليل. عشان كده النبوه اعجازيه برضو، النبوه اعجازيه. ليه اعجازيه؟ الجليل دول واورشليم دول، مين في امل اكتر يرجع لربنا؟ لما ربنا يحب يتجسد ويعيش، يعيش فين؟ لكن هو ما عملش كده، هو ما عملش كده، وقرر ان هو يعيش فيه. طب اشعياء عرف ازاي ان هو يعيش في الجليل ويقول النور هيحل على الجليل؟ ده اعجاز الكتاب. لو اشعياء بيفكر بالتفكير منطقي وعارف ان ربنا هيتجسد يفكر، طبعا ربنا لما يحب يتجسد يتجسد فين؟ يعيش فين؟ اورشليم، جنب الهيكل، جنب العباده، جنب التعليم، جنب الكتب والفريسين، يعيش تحت، سوري تحت، في الجنوب يعني. لكن لا، اشعياء يكتب نبوه يقول ان ربنا هيجي في الشمال. مش واضحه يا اشعياء، مش مفهومه يا اشعياء، هي دي روح النبوه بقى. هو ده اناس الله مسوقين من الروح القدس. ارض بقى نفتالي، عبر الاردن، جليل الامم، كل ده شمال، كل ده موجود في المملكه الشماليه. الشعب السالك في الظلمه، ها ازاي؟ ما ينفعش يا اشعياء. وعايز اقول لك يا اشعياء ان الشعب اللي في الشمال ده راح وما رجعش اساسا، اتسبى وما رجعش. مين اللي رجع؟ الجنوب، ورجعوا الهيكل في ايامنا حاميه وعذراء. لكن اشعياء يخالف كل التوقعات ويخالف كل الاراء ويخالف كل الافكار، يقول النور هينور فين؟ شمال. مفيش هيكل، مش مهم. مفيش ذبايح، مش مهم. مفيش عباده، برضه مش مهم، لان في نور هيجي اقوى من الهيكل واقوى من الذبايح واقوى من العباده. مين النور ده؟ ربنا يسوع المسيح. ادي اعجاز النبوه، ان النور، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالزون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نورا. فمين قصدي فين في إعجاز النبوة؟ اللوجيك جنوب، النور جنوب، لا شمال، لأن مين هيعيش في الشمال؟ ربنا يسوع المسيح. فهو النور اللي أشرق في الظلمة، ظلال في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نورا. خد اخر سطر برضو في النبوه، برضو اعجاز النبوه دي كلكم حافظينها غالبا، طلعوا معايا كده اعجاز النبوه بنقراها مع بعض. اخر سطر: لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام لا نهاية على كرسي داود. يلا احكوا لي بقى الروعة والجمال والإعجاز في النبوة دي. أولا طبعا أكتر إعجاز يولد لنا ولد وبعدها شوية إلها قديرا. طب يعني كتبتها ازاي دي؟ كتبتها ازاي يولد لنا ولد والولد دوت ماله؟ ده لا يلد ولا يولد يعني حسب روح حتى العهد القديم. ربنا يولد ازاي؟ ربنا يتولد ازاي؟ ربنا يتولد ازاي؟ يولد لنا ولد، كويس، يعني حد قوي، مش عارف، مالك جبار يعني، مش عارف، لحد هنا كان ممكن، مالك جبار، حد قوي، حد هيبقى زي داود ويجيب نصرة لكل الشعب، نعطى ابنا، ماشي، تكون الرياسة على كتف، اوكي، لحد هنا ممكن يبقى حد كويس، حد قوي، ملك جبار، ملك عنده أسلحة كتير. لكن بقية النبوة: ويدعى اسمه عجيبا
مشيرا ماشي تعدي، لكن بقى مش نعدي ايه الها قديرا ابا، هو بقى ولد ولا ابا؟ هو ده اعجاز النبوه انه ولد وابا، هو حيولد ويحيى للابد، هو حيولد وهو الها، هو هيولد وهو رئيس السلام، ولا نهايه على كرسي داود. ادي اعجاز النبوه، ازاي داود ازاي اشعياء كتب تكلم اناس الله مسوقين من الروح القدس. عايز اطلع بس من النبوه، طبعا احنا ممكن نتكلم كتير في النبوه، لكن هطلع بس بالملحوظه مكتوبه جنبها، هذا الاله يستحق كل ثقتك فيه، يعني ضع فيه كل ثقتك. ليه من النبوه لازم لما احط ثقتي ما احطهاش في حد غير ربنا يسوع المسيح؟ ليه؟ حط اللي انت عايز بقى، اسمه عجيب، وايه تاني؟ مشير، وايه تاني؟ الها، ماله؟ قديرا، ماله؟ ابا، ماله؟ ابديا، ماله؟ رئيس السلام. عايز ايه اكتر من كده؟ انا عاوز ايه اكتر من كده عشان احط ثقتي في ربنا يسوع المسيح، عشان ايماني ما يتهزش لما اتعامل مع ربنا يسوع المسيح. عايز حب، الايه دي فيها حب، فين الحب اللي في الايه او في النبوه كلها؟ ابا، منتهى الحب. عايز حكمه، الايه مليانه حكمه، ها؟ مشيرا، عايز حد يشير عليك، هو. عايز حد يحن عليك، هو ابوك. عايز حكمة قلنا، وعايز حب، عايز رعاية، ها؟ عايز عطية الدنيا كلها ما تعرفش تديها لك، وهي سلام، هو برضه، هو برضه. عايز حد بلا نهاية، ما هو ممكن تلاقي حد يحبك بس يحبك ايه؟ شوية، يشير عليك بس برضه ايه؟ شوية، يعطيك شوية سلام بس برضه شوية، لكن تبقى بقى ها أبا أبديا دي ما فيش بقى، هجيبها منين؟ فيها قبول، يعني ممكن تلاقي حد بيحبك، حد بيشير عليك، حد بيديك سلام، لكن لما تغلط ما يقدرش يديك حاجة، لكن هو ما يعرفش يعمل ده. في أول النبوة يقول أرض ظلال الموت، مالها؟ أول سطرين، أرض ظلال الموت عمل فيها إيه؟ أشرق عليها نورا، يعني عايز حد يستحملك. مين برضو يستحملك؟ عايز حد يقبلك كل ما تكون ضلمة، هو اللي يقبلك. عايز حد يقبلني كل ما أكون موت، هو يقبلني وأنا موت. الحقيقة يعني النبوة فيها كلام كتير، عايز زي ما ينفعش نثق غير فيه، ما ينفعش نحط ثقتنا غير فيه. ما ينفعش حد في الدنيا يكون إله غير ربنا يسوع المسيح، يعني ما ينفعش أي حد يعبد غير ربنا يسوع المسيح. هو الوحيد اللي كده، هو الوحيد اللي هو اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا، رئيس السلام، ونهاية على كرسي داود. برضو عن حياة ربنا وسطينا، النبوة الثانية يقول يخرج قضيب من جذع يسى. يسى مين؟ أبو داود، برافو عليكم. يخرج قضيب، قضيب يعني حاجة قوية، من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض. ده اللي عمله ربنا يسوع المسيح، كان دايما بينصف المظلوم، كان دايما لما عايش على الأرض متجسد كان دايما يقف جنب الغلبان والضعيف ويسنده. مين كان أمثلة من ناس غلابة وضعفة وربنا كان بيسندهم وقت التجسد؟ كتير اللي ربنا دافع عنهم، مثلا مرأة الخطية، ساكبة الطيب، زكة. فاكرين زكة لما هوجم قال يعني كيف يبيت في بيت رجل
خاطئ، لهم أليس هذا أيضا هو ابن إبراهيم؟ ولما تلاقي قبلها بإصحاحين نفس التعليق برضو على ربنا يسوع المسيح لما شافها مرأة منحنية بس شافها يوم السبت، فقالوا له ازاي تعمل كده، فرد نفس التعبير، مش هي برضو ابنة إبراهيم؟ فربنا كان دايما بيسند الضعيف ودايما يستر على الخاطئ ودايما يحابي المظلوم ودايما يجي جنبه ويقف يسنده ويساعده. الآية جميلة والحقيقة، لا يحكم بحسب سمع أذنيه بل يقضي بالعدل المساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. عايز أقول الآية عن برضه أو النبوة عن ربنا يسوع المسيح، لأن بائسي الأرض ديت فيها إيه؟ مش أرض معينة، مش حتة معينة، لكن الأرض يعني إيه؟ يعني كل الدنيا. يعني برضو كان ممكن كل الكلام ده ينطبق على ملك طيب، ملك عادل، ملك حكيم، لكن نقف عند كلمة ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، والتعميمة دي تنطبقش على مين؟ ربنا يسوع المسيح. تحس النبوة ما ينفعش تألغي على ربنا يسوع المسيح. عشان كده برضو نطلع بالنبوة ديت، عندك شكوى، عندك ظلم، عندك ضيق، ما تدورش على الناس تشتكي لها، لأن الناس مش هينفعوك الحقيقة. مين اللي تشتكي له اولا؟ ربنا، هو اللي هيسمع، هو اللي هينصف، هو اللي هيجيب لك حقك، هو اللي هيطيب خاطرك. ابدا بربنا على الاقل، بلاش ربنا بس ابدا بربنا على الاقل، وبعدين نشوف لو حد تاني يقدر يسند. لكن احنا كلنا لما نخش في ضيق اول حاجه نعملها سماعه التليفون، اول حاجه نعملها خش مخدعك وكل همك حطه، طلعت ونفسك تتكلم اتكلم، لكن غالبا لما تخش هتطلع وانت مش نفسك تعمل اي حاجه. ضع ثقتك فيه وضع شكواك عنده، دي النبوه الثانيه. الثالثه ناخد اخر سطرين فيها، بصوا الايه يعني زي النبوه منطبقه، يعني يقول لانه من صهيون تخرج الشريعه ومن اورشليم كلمه الرب. ليه الايه دي غالبا غلط؟ ليه الآية دي أو النبوة دي غلط؟ غلط غلط غلط. ليه؟ لأن من صيون تخرج الشريعة. طبعا الشريعة اتقالت إمتى؟ موسى. طبعا الشريعة أعطيت في عهد موسى. موسى كان قبل ولا بعد إشعياء؟ قبل بكتير، قبل بكتير. يعني وقت إشعياء كان فيه ولا ما كانش فيه شريعة؟ كان فيه. طب ازاي تجرؤ وتقول لانه من صيون تخرج الشريعه؟ طبعا في شريعه بقى هتقال على الجبل، اسمها العز على الجبل، متى 4:5-6، الشريعه الجديده جايه. طب انت عرفت منين؟ ازاي تقول شريعه وموسى موجود؟ وزي لما قلت شريعه ما حدش واقف يكلمك يقول لك افهم يا اشعياء، ما فيش شريعه، الشريعه اعطيت خلاص، الشريعه اتقالت، خدها موسى على جبل مكتوبة بأصبع الله، ولا يمكن الشريعة تتغير لأنها مكتوبة بأصبع الله. والحقيقة أنا يمكن أكون مش أشعياء، يمكن أكون مش فاهم قوي، بس بروح النبوة لسه في شريعة جاية. هو في حد يقدر ينقض الشريعة الأولى؟ ما جئت لأنقض بل. وفي حد يقدر يكمل على ربنا؟ آه طبعا في. مين اللي يقدر يكمل على ربنا؟ ربنا. فما الكتاب يقول تخرج الشريعة من صهيون، ما ينفعش. لا ينفع. غلط مش غلط، لأنه وقف ربنا يسوع المسيح وقال كده، قد قيل لكم. مين اللي كان مين قيل دي؟ لا مش موسى. لا تحلف دي، قد قيل دي مين قالها؟ ربنا. قد قيل لكم أما أنا فأقول. إيه ده؟ إزاي قد قيل؟ ما أنا اللي قلت وأنا اللي هقول، أنا اللي قلت وأنا اللي هقول، أنا اللي ابتديت وأنا اللي هكمل. إزاي تنقض السبت؟ أنا اللي عملت السبت وأنا اللي هنقض السبت، لأن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. فما الكتاب يقول تخرج الشريعة من أورشليم، بص اللي بعديها بقى، ها كلمة الرب. كلمة الرب، والتعبير رائع بقى، كلمة الرب هتعمل ايه؟ فيقضي بين الامم. يعني واضح ان كلمة الرب دي مش كلمة، ده ايه؟ حد هيطلق عليه. وفي البدء كان
والكلمة كان عند الله وكان مربطين الكتاب. دي حلاوة الكتاب بقى. يتقال في أشعياء أن كلمة الرب تقضي بين الأمم. يقضي، خلي بالك يقضي، لأن كلمة الرب يعني في البدء كان، مش كانت الكلمة، لأن كان الكلمة، الكلمة هي مين؟ ربنا يسوع المسيح. مش كانت الكلمة في البدء، كان الكلمة. وبرضو الكلمة يقضي، الكلمة يقضي بين الأمم وينصف الشعوب. أنا واضح ولا الدنيا تايهة؟ يبقى نبوة واضحة جدا عن شريعة العهد الجديد، إن حد هيجي هيحط شريعة جديدة أو يكمل الشريعة القديمة. ومن يجرؤ يا إشعياء، من يجرؤ أن يغير الشريعة اللي ربنا كتبها بإيديه بصباعه؟ قال هيجي ربنا تاني، كلمة الرب، الكلمة المتجسد، تكمل الشريعة. نطلع برضو بكلمة صغيرة، فكرة ساعات الواحد مش عارف يعمل إيه. إشعياء قال كده، أنا هو الرب معلمك، اسأله يعلمك، اسأله يدي لك كلمة على فم أب اعترافك، اسأله يديك كلمة على فم وعظة تحضرها في الكنيسة. ربنا لحد اللحظة دي بيعلمها. اسأله يديك إرشاد عن طريق الكتاب المقدس، عن طريق أب اعترافك، عن طريق الروح القدس اللي جواك. هو ربنا مستعد إنه يرشد. ساعتنا محتارين ونلف على الناس كلها عشان ناخد قرار، وننسى نلف على أهم حد يساعدنا في اتخاذ القرار، وهو ربنا. ربنا خير المعلمة. النبوة اللي بعديها عشان الوقت، احنا بنتكلم في نقطة اسمها ايه، نبوات عن تجسد وحياة ربنا وسط شعبه. انا على فكرة واخد سامبلز بس، ها اشعياء مليان، بس عشان الوقت مش هيسمح نستعرض كل النبوات. نبوة رابعة، نبوة رائعة بقى، بنصليها امتى دي؟ على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي ولا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك، هوذا السيد الرب بقوة يأتي. حد فاكر؟ برافو عليك. حد الزعفة، نبوة نصلي يوم حد الزعف، متقال كتير جدا في يوم السبت اللي هو السبت بالليل اللي هو عشية حد الزعف، وفي حد الزعف الصبحية بنركز على النبوة دي. اصعدي على جبل عادي، اصعدي يا أورشليم، لأن يوم حد الزعف ربنا عمل إيه؟ دخل فيه أورشليم. فالنبوة دي تنطبق على دخول ربنا يسوع المسيح إلى أورشليم. ارفعي لا تخافي، قل المدن يهوذا هوذا إلهك، هوذا سيد الرب بقوة يأتي، وزراعه تحكم، هوذا أجرته معه. بص آخر الآية جميل، كراع يرعى قطيعه بذراعه، يجمع الحملان في حضني، يحملها ويقود المرضعات. الآية دي لا يمكن تنطبق غير على مين؟ ربنا يسوع المسيح. لأن كراع يرعى قطيعه، دي ما تتقالش غير ربنا يسوع المسيح. وهو جاء كده فين؟ ربنا يسوع المسيح، دي طابق النبوة. برافو يوحنا 10، واضحة جدا. يوحنا 10 كلام واضح على أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف. كل إصحاح دوت هو انطباق أو تحقيق لهذه النبوة اللي قالها أشعياء من مدة طويلة قوي. يجمع الحملان في حضنه، ما فيش حضن يقضي الحملان غير حضن مين؟ هو حضنه الواسع اللي يقدر يقضي كل الحملان، لا ملك ولا نبي ولا أي حد يعرف يقضي حضنه. فالنبوة دي برضو تنطبق على ربنا يسوع المسيح. اطمن، يعني الهدف من النبوة دي ربنا بيقول لك وبيقول لي اطمن. هو يعني بكل قوته، كل جبروته، كل لا محدوديته، وكل ملائكته، وكل تسبيحه، هو بيشتغل لك ايه؟ بيشتغل لك راعي، بيشتغل لك وبيشتغل لي راعي، بيشتغل لي حضن. يعني ربنا ده ذو كل الامكانيات دي، ذو كل العظمة والجبروت، بيشتغل لي حضن. لما قال مثل الابن الضال، يقول ان هو خد الابن الضال في حضنه، وقع على عنقه و قبله. هو ده ربنا، هو ده ربنا اللي بيطمننا قوي، وبيطبطب علينا قوي، وبيحبنا قوي، وبياخدنا في حضنه قوي، وبيقودنا قوي. حتى لو كنا مرضعات، مرضعات يعني ايه؟ كبار ولا صغيرين؟ اللي بيرضع ده، بيرضع ده صغيرة، برضو ربنا بيقودنا في الحياة الروحية، بيقودنا في كل الحياة. فاطمن، فاطمن.
نبوة خمسة عن حياة ربنا وسطينا، برضو نبوة ما تقلش على ربنا يسوع المسيح يعني. يقول فيخرج آخر يعني نصها كده نصها، فيخرج الحق للأمم، فيخرج الحق للأمم. اللي بيخرج الحق للأمم ده، اللي يخرج الحق إلى الأمم، قبل ما نكمل الآية لازم يكون شكله إيه؟ يخرج الحق إلى الأمم يعني لازم يكون يعني قوي جبار، يعرف يوصل الحق لكل الأمم. دي الصفات اللي في دماغنا، لكن تفاجأ إن النبوة غريبة جدا، لا يصيح. طب إزاي؟ لا يرفع ولا يسمع في الشوارع، لا يسمع في الشوارع صوته. ما تركبش. اللي عايز يكون ملك لازم يكون ملك شكله ايه؟ صوته عالي، صوته عالي. لكن ربنا يسوع المسيح ما كانش صوته عالي. اللي عايز يخرج الحق للدنيا كلها بمنطق الدنيا لازم يزعق، لازم صوته يوصل. لكن ربنا صوته وصل رغم ان هو لا يصيح ولا يحد ولا يرفع ولا يسمع في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. يعني الحق هيخرج لكن مش بالصوت العالي، بالحب بالحنان بتاع ربنا. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في أرضه وتنظر الجزائر شريعته. كفاية مش هنعلق عشان الوقت فيها دي. بصوا برضو نبوة جميلة يعني. هو هذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه. مين اللي بيتكلم؟ الله الآب. شوف الجمال يعني. شوف الله الآب لما يعلن عن الله الابن، عبدي واخترته سرت به نفسي. دي انطبقت امتى؟ تلات مرتين. هذا وابن الحبيب الذي به سررت، تقالت على التجلي وتقالت في المعمودية، أو هذا وابن الحبيب سررت في التجلي في المعمودية له اسمعه في التجلي. لكن انطباق برضو الآية على ربنا يسوع المسيح إعجاز نبوة، إعجاز نبوة. وضعت روحي عليه فيخرج الحق إلى الأمم. يبقى خدنا نبوة عن يوحنا، ونبوة عن العذراء، ونبوة عن تجسد ربنا وعيشته وسطينا. النبوة الرابعة دي بقى يعني فوق كل حاجة. دي نبوة عن الصليب. وتستغرب ان اكتر واحد في الكتاب المقدس وصف الصليب هو مين؟ الشايع. دي برضو نبوة انتوا كلكم سامعينها وعارفينها، فنعد عليها بسرعة بس هنقراها اغلبها عشان نستمتع بحب ربنا لينا. ونفسي واحنا بنقرا كده نفكر ان ده ربنا. ونفسي نفكر كمان، لان هتلاقي الايه واضحه انها ربنا، الايه واضحه انها ربنا، ان ده ربنا وعمل كل ده. طب انا اعمل ايه بقى؟ يعني انا في مقابل ده اعمل ايه؟ فاحنا بنقرا النبوه، خلي في دماغك الفكرين دول. ده ربنا اللي عمل كل ده علشاني. طب انا هعمل ايه؟ انا رد فعل ايه؟ ايه المطلوب مني في مقابل كل اللي بيتقال ده، او كل اللي هيحكيه اشعياء؟ برضه قبل ما اقراها فكركوا في موقف حصل في سفر اعمال الرسل. كان واحد ماشي في مركب اسمه الخص الحبشي، وكان فاتح سفر اشعياء وكان بيقرا النبوه دي، وحط سؤال كده، قعد مستغرب يقول عن من يقول هذا النبي؟ عن نفسه ام عن اخر؟ فربنا بعت له مين؟ فيلبس. وقعد يشرح له بقى ازاي الكلام ده ما ينفعش يكون عن اشعياء، لازم يكون عن ربنا. والموقف ده انتهى بمعمودية الخص الحبشي. عايز اقول ازاي الكلام ده بيأثر وبيغير وبيخلي الواحد ياخد قرارات في حياته هيقابل الحب ده ازاي. فراجل قرر في لحظة انه يغير حياته، انه يسيب كل عبادته القديمة ويعبد ربنا يسوع المسيح لما فهم النبوة. طب يلا نفهمها، يمكن ربنا يغير حاجة فينا كلنا. هنقراها بس ركزوا معايا. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. يعني النبوة أولها بيقول
يا ترى مين هيصدق؟ واضح ان الكلام اللي جاي كلام لا يصدق. فاشعياء ابتدى النبوه، مين يصدق؟ والسؤال الثاني، مين هيشوف ربنا في النبوه؟ يعني مين هيحس قد ايه ربنا حبه جوه النبوه دي؟ يقول نبت قدامه كفرخ، فرخ يعني نبات صغير، نبت قدامه كفرخ، وكعرق في ارض يابسه. عرق يعني حاجه صالد وليها قيمه وسط ارض يابسه، تلاقي عرق ذهب، عرق معدن، يعني عرق معدن نفيس وسط ارض يابسه. فيقول في فرخ نبته صغيره هتظهر، نبته صغيره هتظهر، وحاجه قيمه وسط ايه؟ ارض يابسه. فانت تستغرب بقى، لا صوره له، الله، هو عرق ولا لا صوره له ولا جمال؟ هو نبت صغير حلو ولا لا صوره له ولا جمال؟ ما تستغربش بقى، ما تستغربش، هو ده ربنا يسوع المسيح اللي هو نبت صغير وعرق في ارض يابسه ولكنه لا صوره له ولا جمال فننظر اليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر، مخزول من الناس، رجل اوجاع، مختبر الحزن، كمسطر، مسطر يعني مش قادرين نشوفه، يعني بقى في ساتر بيننا وبينه من كتر الالم اللي هو فيه، من كتر التعب اللي هو فيه، من كتر العذاب اللي هو فيه، بقينا مش قادرين نشوف. كمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. ينفع ده ينطبق على ربنا يسوع المسيح؟ طبعا هو جه، بس ده نص الحقيقه، طبعا دي نص الحقيقه، وبقيه الحقيقه ما ينطبقش. يعني ما ينفعش يكون انسان في ده وفي اللي جاي، فمين قصدي؟ انسان بالمنظر ده خلاص بقى محتقر، مش هنبص له، اركنه يعيش وقته ويموت، ملوش قيمه. طب كمل بقى، كمل. لكن ها احزاننا حملها واوجعنا. طب ازاي؟ اذا حد بالصفات الاولى دي، محتقر، مخزول، لا منظر له، محتقر فنشتهيه، رجل اوجاع ومختبر الحزن، كمسطر عنه وجوهنا، مع لم نعتد به لكن احزاننا حملها واوجعنا. هو اصلا مين بيشيل حزن مين اساسا؟ حد بيعرف يشيل حزن حد؟ خالص خالص. عشان كده ما ينفعش تنطبق النبوه على اي بشر ايا كان اسمه، ايا كان اسمه. احزاننا حملها واوجعنا تحملها. لسه ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا. وهو بقى عد بقى، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحاته أو بحبره شفينا. فمين كلمة تأديب سلامنا عليه؟ يعني إيه؟ عشان يحصل سلام بين الأرض والسماء كان لازم حد يتأدب. مين يتأدب؟ ربنا يسوع المسيح، هو اللي صلب، هو اللي مات عشان يحل السلام على الأرض ويحصل صلح بين الارض والسماء. طبعا مفيش وقت نتكلم عن النبوه لان النبوه فوق الكلام اساسا يعني، لكن نفس القصه. شوف الكتاب معجز قد ايه، وشوف قد ايه ربنا حبك وحبني قد ايه، وشوف انت هتعمل ايه وانا هعمل ايه بقى قدام الحب ده. مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلاما عليه، وبجراحاته او بحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه. بص الآية دي، والرب وضع عليه، تركب على أي إن كان البشر وتفر اسمه، يعني مفيش بشر بيشيل اسم بشر. يعني لو عدينا الحزن ماشي، لكن الاسم نشيله ازاي؟ يعني أنا غلط، مين يتعاقب؟ ينفع تاخد خطيئتي تحطها عليك؟ ما ينفعش. لكن في واحد بقى خد كل الخطايا وحطها. يقول آية غريبة جدا، الرب وضع عليه اسم ايه؟ ايه جميعنا ديت؟ كلنا من اول ادم الى اخر الدهور، كل اثام ديت وضعت على ربنا يسوع المسيح. ظلم اما هو
فتذلل ولم حصل بالضبط. قال له اتكلم، دافع عن نفسك، قول حاجة، قول حاجة عشان اطلعك بريء. ده مين ده قال له كده؟ بيلاطس. قال له اتكلم، لو اتكلمت ودافعت عن نفسك هطلعك. قال له ما بتكلمش. بتكلمش ليه؟ لأن النبوة بتقول لم يفتح فم، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح شاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازية لم يفتح فم. عدي كده سطرين عشان الوقت. أما الرب، يعني سطرين من تحت كده، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، أن جعل، بص الآية، جعل نفسه ذبيحة إثم. في كده، في حاجة اسمها حد يعمل نفسه ذبيحة إثم. ذبيحة إثم يعني إيه؟ تقدم لإيه؟ لغفران الخطايا. ذبيحة الإثم كانت بتتذبح عشان الإنسان ينال وعد بالغفران. طب مين يقدم نفسه ذبيحة إثم؟ هو ربنا يسوع المسيح جعل نفسه ذبيحة إثم. آخر الآية، من أجل أنه سكب للموت نفسه، سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وصح أحصي مع أثمه وحمل خطايا كثيرين وشفع في المذنبين. إزاي بقى أحصي مع أثمه وفي نفس الوقت حمل خطية الكثيرين وشفع في المذنبين؟ ما فيش غير هو واحد، ربنا يسوع المسيح. إعجاز الكتاب، حب ربنا ليا، أعمل إيه بقى؟ يعني أعمل إيه بعد ما كل الحب ده اتقدم لي؟ ينفع بقى أنام من غير ما أصلي؟ ينفع أنزل شغلي من غير ما أصلي؟ ينفع أعدي يوم ما أقعدش مع الكتاب؟ ينفع أعدي أسبوع ما أتناولش؟ ينفع أعدي شهر أو شهر و وما أقدمش توبة واعتراف؟ ينفع ما أخدمش؟ هي قدام الحب ده ما ينفعش، ما أعملش غير إن أنا أعيش مع ربنا بكل التفاصيل، عيشة مع ربنا. نبوة أخرى عن القيامة، نبوة برضو، يعني زهقته ولا إيه؟ طيب معلش، هو القراية النهاردة كتير بس القعدة مع الكتاب الحقيقة ممتعة جدا. يعني يقول من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ حمر من البصرة، علامة يعني البصرة كانت بتتميز بالقماش الأحمر قوي، القماش الأحمر القانية. فيقول لهم كده، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه، المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. بصوا الآية دي، يعني حد جبار، حد قوي. الأحمر ده ملك، الأحمر ده عظمة، الأحمر ده جبروت قوة. ده نص الآية الأولاني، المتعظم بكثرة قوته، البهي بملابسه، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بالك، ما بال لباسك محمرة وثيابك، تفاجأ بقى كدائس، ده أنت متبهدل، متبهدل. هو أنت ملك وبهي ومتعظم وقوي ولا متبهدل دائس المعصرة؟ فيعلق يقول قدست المعصرة وحدي، يعني أنا ده وده، الأحمر ده هو أحمر دم وأحمر برضو إيه؟ ملك. هو أحمر دم وأحمر ملك. أنا الملك اللي أهين، أنا الملك اللي دست المعصرة، أنا الملك اللي قوي ولكن أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. هو ده ربنا يسوع المسيح. ما ينفعش الكلام ده يتركب على بعضه غير في شخص ربنا يسوع المسيح. هو الوحيد اللي يتحقق فيه النبوة دي، ملابسه الحمرة دليل ملكه، وملابسه الحمرة دليل دمه المسفوك. واضحة النبوة؟ ولم يكن أحد معي. طب لما تدوس المعصرة دي يبقى أنت مهزوم ولا كسبان؟ اجتاز المعصرة، اتعصر، يا مهزوم ولا كسبان؟ مفروض ماله؟ معصور يبقى ماله؟ لا مش مهزوم. ليه مش مهزوم؟ اقرأ بقى. ولم يكن أحد معي فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدية قد أتت. يعني النقمة طبعا مش من إنسان لكن من الخطية
من الشر من الشيطان. الموقف ده بالضبط هو اللي حصل، ان ربنا يسوع المسيح شكله على الصليب ماله مهزوم، شكله ضعيف، شكل الاحمر ده احمر ايه، وفي نفس الوقت بالضبط بالضبط كان في فوق في السماء نفس اللحظه، نفس اللحظه ربنا بيموت على الصليب هي نفس اللحظه اللي الفردوس فيه بيتفتح والشيطان بيقيد وكل الناس تطلع من الفردوس تروح الى الفردوس، ده في نفس اللحظه، في نفس اللحظه. يعني النبوه دي هو بيجتاز المعصر على الصليب وفي نفس الوقت هو بيفتح الفردوس فوق. القيامه بعد كده بشويه اعلنت ده، ربنا لما قام اعلن ان ده حصل على الصليب. واضحه؟ فمين دم احمر ودم ملك في نفس الوقت، ده ما حصلش غير مره واحده، فين؟ على الصليب. على الارض دم، على الارض ضعيف، على الارض معصور، على الارض مهزوم، وفي نفس اللحظه في الفردوس او في الجحيم بيتفتح وتتنقل الناس ويتفتح الفردوس في ملك. عارفين بنصلي كده في تمثيلة القيامة، افتحوا لي ايها الملوك ابوابكم وارتفعي ايات الابواب الدهرية فيدخل ملك الموت. اللحظة دي لحظة ايه؟ مش القيامة، دي لحظة ايه؟ الصليب. هي اعلنت بالقيامة لكن اللحظة دي حصلت وقت الصليب. فاضل 5 دقايق فناخد 7 نبوة عن حلاوة العيشة مع ربنا. ازاي اشعياء؟ اشعياء في وقته، في وقته كانت الناس فرحانه بربنا ولا مش عايشه مع ربنا؟ مش عايشه مع ربنا. طيب وقت تجسد ربنا كانت الناس عايشه مع ربنا ولا كانت برضه بعيده عن ربنا؟ وقت ما اتصلب كان كام واحد اللي ماشيين وراه؟ لكن بص بقى بعين النبوه شاف اشعياء ازاي ان بعد التجسد، بعد الصليب، بعد الفداء هنستمتع بالحياه مع ربنا. روح السيد الرب علي ان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسري القلوب، لانادي المزبيين بالعتق، للماسورين بالاطلاق، لانادي بسنه مقبوله للرب، لاجعل كلمتين، لاجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم، اقروا بقى الآيات، جمال عوض عن الرماد. هو وقت أشعياء كانت أورشليم كمبنى وهيكل، يعني جمال ولا رماد؟ جمالها. لكن هو بعين النبوة شاف إن أورشليم هي لها هتتهد وتنهزم وتصبح رماد، وهيجي ربنا يرجعها تاني إيه؟ جمال. بس مش هرجع بقى أورشليم، يرجع ولاده بقى، يبقى هما أورشليم، هي النفس البشريه هي اورشليم. فاعطيهم جمالا عوض عن الرماد، ودهن فرح عوض عن النوح، ولداء تسبيح عوض عن الروح اليائسه، فيدعون اشجار البر غرس الرب للتمجيد، ويبنون الخرب القديمه ويقومون المتوحشات. اخر سطر، فرحا افرح بالرب تتهج نفسي بالهي، لأنه قد ألبثني ثياب خلاصي، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. كما أن الأرض تخرج نباتها، كما أن الجنة تنبت مزروعتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. هاي أمام كل الأمم دي ما تركبش مع أشعياء. ليه؟ أشعياء النبي جاي لمين؟ لشعب بني إسرائيل. حتى لو هنرجع أورشليم هنرجعها فين؟ في أورشليم. مين هيعبد؟ أورشليم. لكن كلمة تسبيحه أمام كل الأمم إعجاز طبعا، يمكن احنا مش حاسينه لكن ده إعجاز طبعا في النبوة. يعني إيه أشعياء تقول إن الإيمان يخرج للدنيا كلها؟ الإيمان في أورشليم؟ لا. الإيمان لشعب بني إسرائيل؟ لا. الإيمان والتسبيح فين؟ لكل الأمم. دي إعجاز النبوة ودي إعجاز الكتاب المقدس. عايز بس برضو أخرج نوت إزاي الحياة مع ربنا مفرحة. إحنا ساعات بنبقى عاتلين الهم، هنخش نصلي، هنخش نقرأ الكتاب، هنرحين قداس. لأ لأ، أشعياء النهاردة بيقول قد كده الحياة مع ربنا مفرحة، قد إيه ربنا
بيغير القلب، ونادي للمزبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق. مين شاطر يقول لي مين قال النبوة دي في العهد الجديد؟ مين قال النبوة دي أراها في العهد الجديد؟ ربنا يسوع المسيح بنفسه يقول دخل إلى المجمع ودفع عليه سفر ففتح وقال، هما الآيتين دول، وقفل وقال اليوم قد تم هذا الكلام. كانوا هيرجموا ساعتها ليه؟ لأن الكلام ده واضح أن الناس كلها فهمها، مش هيتألغر على حد هيجي وإله يتجسد. فربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد، هو الإله المتجسد. أنا واضح؟ أنا يهمني برضو فكرة إزاي ربنا الحياة معاه رائعة، والصلاة شيء ما نستحقوش، والقعدة مع كتاب مقدس شيء ما نستهلهوش. فما ينفعش ما عملش ده، وأنا بعرف أن ربنا قادر أن يعمل ده، أعصب منكسر القلب ونادي المذبين بالعتق والمأسورين بالإطلاق. آخر نبوتين في الدقيقتين اللي فاضلين، نبوة خاصة طبعا بينا كلنا فرحتنا، ناخد حتى أول آية فيها، في ذلك اليوم يكون مذبحا للرب. ها دي أشعية كان لازم يترجم فيها، دي كان لازم مذبح في أرض مصر. طب تخرف مذبح ايه في أرض مصر ده؟ المذبح فين؟ كان زمان بقى طبعا أورشليم، لكن أورشليم فين بقى؟ خلاص ده أشعية بيقول هيبقى في مذبح في وسط أرض مصر وبيتها، بس مفيش وقت نراها. ازاي؟ بروح النبوة عرف ان الايمان هينتشر، وان مفيش حاجه اسمها يهوديه ولا حاجه اسمها شعب الله المختار، الدنيا هتبقى كلها شعب الله المختار، وزي يبقى المسيحيه منتشره في كل الدنيا وتوصل مصر، وفي ذبائح تقدم في وسط ارض مصر. وطبعا دي نبوه مش بس على انتشار الايمان، لكن انتشار الكنيسه نفسها، ان في جسد ودم بيقدم. ما هو الذبيحه فين بقى؟ يعني هات لي واحد بروستانت يقول له فسر لي الايه دي، قول له ازاي هيكون في مذبح للرب في ارض مصر؟ هات لي الذبيحه اللي بتقدم في ارض مصر غير في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بجسد ربنا ودمه الموجودين على المذبح. فالنبوه دي عن كنيستنا، عن بلدنا، عن مصر، وعن المذبح اللي كل يوم بتقدم عنه ذبيحه جسد ربنا ودمه. بحيث محتاجين نشكر ربنا على الكنيسه كل يوم، وعلى الجسد والدم، وعلى وجودنا في بيته، وعلى وجودنا في كنيسته. نختم نبوة عن مجيء الثاني، هقراها برضو معاكم، نبوة رائعة تخلينا لازم 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 النهاردة أكون جاهز إن ربنا لما يجي يلاقيني جاهز، وتخوفني برضو وتخوفني برضو. فنقراها كده هوت، ومش هعلق، بس توصل بس روح النبوة إن قد كده اللي هيعيش مع ربنا فوق يا بخته، واللي مش هيعيش مع ربنا فوق يا غلبه يعني. وده معناه اني المفروض اكون من دلوقتي جاهز اني اتمتع بالعيشه مع ربنا فوق. هقرا مش هعلق يعني. افرحوا مع اورشليم وابتهجوا معا يا جميع محبيها، افرحوا معا فرحا يا جميع النائحين عليها، لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزيتها. يا ربنا هيشبعنا ويرضعنا بكل التعزيات، يمكن مش على الأرض لكن في السماء، لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. يمكن تتعصروا شوية لكن هتتلذذوا، يمكن تعصروها عشان تتلذذوا من درة مجدها، لأنه هكذا قال الرب وعده وعد، هانذا أدير عليها سلاما كنهر، ومجد الأمم كسيل جارف. بصوا الوعود بقى، فترضعون على الأيادي، أو فترضعون وعلى الأيادي تحملون وعلى الركبتين. ها يلا بقى اللي عايز يتدلع يستعد، اللي عايز يقعد على حجر ربنا ويهننه كده ويطبطب عليه ويعزيه ويشيله على ايديه يستعد. يعني احنا ممكن نكتفي بس بالوعد ده، على الايادي تحملون وعلى ركبتين تدلون. يعني اللي عايز مش يعني ربنا يدلعه، يعني اللي عايز ربنا يدلعه هو مستعد، بس احنا كمان نستعد يعني. كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم،
أنا، وفي أورشليم تعزون فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعجب، يعني العظمك الميت ده هيطلع تاني ويحيى، وتعرف أو تعرف يد الرب عند عبيده. ناخد بقى النص التاني، معلش معلش، ناخد بقى الوش التاني، لأنه وذا الرب بنار يأتي، وذا الرب بنار يأتي ومركباته كذوبعة ليرد بحمو غضبه وزجره بلهيب نار، لأن الرب بنار يعاقب، الرب بنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتل الرب. آخر النبوة، وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم، أنا أجازي أعمالهم وأفكارهم. هو ده ربنا، هو ده مجيئه الثانية، فيجازي كل واحد بحسب أعماله وأفكاره. فالقرار في إيدك، طبعا القرار في إيدك، عايز تتدلع في السماء، عايز تحط على الركب، عايز تتعزى، عايز ترضع، عايز تشبع، عايز ربنا عاملك كأب حطك على رجله وكأم بيعزيك. طبعا جميلة، هو أب حطك على رجله وأم بيعزيك، يلا نستعد، يلا نستعد. ده مش جايب معاك، طب خاف، خاف من الناحية التانية، أن ربنا هيجي ويجازينا على أعمالنا وأفكارنا، هيجي بالنار، الرب بنار يعاقب وبسيفه على كل البشر، لأن المجد الدائم إلى الأبد. آمين.